بعد إشادات الجمهور بدور وافي اللي قدمه الفنان عمرو وهبة في مسلسل صوت وصورة، وخصوصا ان الدور مش كوميدي، السوشيال ميديا ملهاش سيرة غير عمرو وهبة اللي تحول من كاتب ساخر لواحد من اهم الفنانين الكوميديين في مصر، ودايما مع كل عمل بيقدمه بيسيب بصمة للجمهور. الغريب بقى ان التمثيل ما كانش في دماغه، والصدفة لعبت دورها في تحويل مسار حياته. كمان بيعترف ان مراته بتصرف على البيت، وانه سمى بنته على اسم فاتورة المستشفى. مين هو عمرو وهبة؟ وليه وصف مراته بالرجولة؟ وايه حكاية اسم بنته الغريب؟ تابعونا للنهاية. عمرو وهبة اتولد سنة 1985 في فرنسا، وبعد شهر من ولادته استقر في مدينة بورسعيد، وكان طالب متفوق وحصل على المركز الرابع في الثانوية العامة على مستوى إدارة محافظة بورسعيد. وبالرغم من انه كان مرتاح ماديا، الا انه بدأ شغل في تالتة اعدادي في محل العاب للاطفال، واشتغل في مصانع، ووقف كمان في عصارة قصب، وباع كروت شحن بالعجلة في الشوارع، ودرس في كلية اللغات والترجمة بجامعة الازهر، واشتغل في صيدلية عشان يساعد نفسه، واطلقوا عليه لقب الدكتور وقتها. ولما اتخرج اشتغل موظف في شركة اتصالات، وفي الصيف كان بيشتغل في فرع الشركة اللي في الساحل الشمالي، وكان هناك بيقابل الفنانين والمشاهير. وفي يوم قابل سارة بنت الزعيم عادل امام، وتعرف عليها واداها رقمه عشان لو احتاجت حاجة منه، وفعلا بعد فترة اتصلت بيه وطلبت مساعدته. فرح لها الفيلا اللي مقيمة فيها مع والدها، ودي كانت اول مرة يقابل فيها عادل امام، ونشأت بينهم علاقة صداقة. بس بعد فترة مرتاحش في الشركة وساب الشغل، لانه ما كانش بيحب قعدة المكاتب، ومن هنا قرر يسافر القاهرة ويدور على فرصة شغل. واول لما وصل دخل السينما واتفرج على فيلم طيور الظلام لعادل امام، لانه كان من عشاقه. وانتقل عمرو وهبة للكتابة في برنامج اكرم حسني الساخر ابو حفيظة، وبعدها انتقل لبرنامج البلاتو اللي كان بيقدمه الفنان احمد امين، وبعد فترة انضم لبرنامج من الدوبلكس مع ابلة فهيتة، وقدم فيديوهات كوميدية تحت عنوان نجوم بتحب مصر والموظف المثالي. وفي الوقت ده حس انه بيمتلك الموهبة وانه لازم يكون ممثل، وقرر يصور فيديوهات على السوشيال ميديا، وفعلا لقى رد فعل المتابعين كويس جدا، وطلبوا منه يجرب حظه في التمثيل، وانضم بعدها لبرنامج SNL بالعربي في الموسم الثالث والرابع. وبدأ عمرو وهبة ياخد كورسات في التمثيل، وبدايته كانت من خلال فيلم مولانا للفنان عمرو سعد سنة 2017، ورغم ان دوره كان صغير الا انه قدر يثبت موهبته للجمهور اللي اشاد بيه بعد عرض الفيلم، وظهر بعد كده من خلال الجزء الثاني من مسلسل كلبش، وقدر يجمع بين اشادة النقاد والجماهير في نفس الوقت، والكل توقع له بمستقبل باهر في عالم الفن، لدرجة ان احمد السقا اتصل بيه بعد اول مشهد وهناه على ادائه، وانطلق بعد كده للسينما وشارك في الفيلم الكوميدي الكويسين، وتعلق الجمهور بشخصية دكتور لطيف اللي قدمها في الفيلم وجملته الشهيرة علميا وعمليا، لدرجة انها اتعمل عليها كوميكس ساخرة على السوشيال ميديا مستمرة لحد دلوقتي. كمان قدر يقدم شخصية لذيذ في المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت، وحقق نجاح ساحق من خلال الدور، وحصل على اكتر من جايزة عن دوره في المسلسل. عمرو وهبة اتعرف على بنت جميلة اسمها سلمى اشرف، ونشأت بينهم قصة حب، وقرر يتجوزها سنة 2010، وانجب منها ولد اسمه يحيى، ودايما بينشر صور وفيديوهات ليه على صفحته على انستجرام. كمان عمرو دايما بيمدح زوجته، وفي عيد زواجهم ال13 وصفها بالرجولة وقال النهاردة كده ما شاء الله كملنا 16 سنة مع بعض. انا عارف ان كلمة رجولة بتبقى غريبة لما تتقال على بنت، بس بصراحة هي الكلمة الوحيدة المعبرة عن اللي بتعمله معايا طول عمرها. وكمل كلامه وقال كان نفسي اسيب شغلي عشان احقق حلمي وامثل، وقلت لها مش هينفع اعمل كده عشان مصاريف البيت. قالت لي انا متأكدة انك موهوب وهتنجح، ولو اتزنقنا انا بشتغل وهصرف لحد ما الدنيا تمشي. صحيح من ساعتها هي اللي بتصرف فعلا، بس كان موقف نبيل الصراحة. وانجب عمرو بنته ما كانش مختار لها اسم، ولما كان في المستشفى شاف فاتورة الولادة وكانت غالية جدا، فقرر في وقتها يسميها غالية عشان يفضل فاكر الفاتورة. عمرو وهبة موهبته ما وقفتش على الكتابة والتمثيل، وقدم برنامج صباحي على الراديو اصحى بانرجي، وبعده قدم برنامج بدنا نتجوز على العيد. الحقيقة ان عمرو وهبة هو كوكتيل المواهب في بعضها، وقدر ينجح بفضل موهبته الكبيرة. اكتبوا لنا في التعليقات اكتر عمل فني عجبكوا ليه.